ومن العناوين الى التفاصيل حيث يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا اشاره البدء في مشروع المليون ونصف المليون فدان في منطقه الفرافره في الوادي الجديد وقال دكتور عصام فايد وزير الزراعه في تصريحات صحفيه له امس ان الوزاره تعمل كخلايا النحل للانتهاء من الاعمال النهائيه في المنطقه مقر انطلاق المشروع والتي تضم عشره الاف فدان هذا وقد اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهميه تنفيذ وحدات الاسكان الاجتماعي بأعلى معايير الجودة والسلامة وضرورة توفير المرافق والخدمات التعليمية والصحية والرياضية اللازمة لتجمعات الإسكان الاجتماعي الجديدة. وقالت رئاسة الجمهورية إن السيسي وجه وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي أثناء لقاء أمس والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وقال مدبولي انه من المقرر الانتهاء من تنفيذ 244 الف وحده سكنيه كامله التشطيب والمرافق والخدمات خلال عام 2016 لتسليمها الي مستحقيها من الشباب والمواطنين